طيب ما زلنا معكم طبعا مشاهدينا، وعلى هامش المنتدى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم على منظومة المدارس اليابانية بمصر. الرئيس أكد أهمية مشروع المدارس اليابانية بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب، بما فيها طبعا القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية. أكد الخبراء اليابانيون أن قدومهم لمصر كان للمشاركة في مشروع تطوير نظام التعليم المصري من خلال تجربة المدارس اليابانية، وجاء بالنظر إلى الإرث الحضاري والتاريخي العريق الذي تتمتع به مصر إلى جانب ما لمسوه من جدية وتطلع لدى الدولة المصرية على تنفيذ هذا التطوير وفقا لأعلى المعايير. اللقاء أيضا شهد التباحث حول خطة عمل الخبراء اليابانيين في مصر والجدول الزمني المقترح في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بوضع وتنفيذ خطة واضحة لترسيخ نظام التعليم الياباني بما في ذلك عملية تدريب المعلمين وتطوير المناهج التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.